خلينا بقى نروح للموضوع المهم التاني. التعديل الوزاري حصل. اهلا وسهلا. التغيير حلو طبعا. التغيير سنة الحياة. محدش يزعل من أي تغيير في الدنيا. بس مهم جدا إن زي ما بنشيد بالتغيير واستجابة الرئيس أو الحكومة لاعتراضات الناس على بعض الوزراء اللي خرجوا، مهم كمان نسأل إزاي التغيير حصل وليه؟ أهو إزاي وليه دي تحديدا محدش بيحب يتكلم فيهم. الكل بيقف عند محطة وأدى سيادته اليمين وعلى مكتبه العديد من الملفات المتأخرة، وأنا أتمنى له كل التوفيق. طبعا احنا بنتمنى كل التوفيق لكل وزير انه ينجح ويكون على قدر مسؤوليته، لانه نجاحه نجاح لينا وللبلد كلها. لكن خرج 10 وزراء ودخل 10 تانيين. دخلوا وخرجوا بنفس الطريقه بتاعت كل مره. وزراء اتغيروا لاسباب غير معلومه، ووزراء بقوا في مناصبهم لاسباب غير مفهومه، ووزراء تم اختيارهم لاسباب غير مبرره. الدوله كانت ممكن تقفل هذا الباب ازاي؟ يعني رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل كان ممكن يقفل هذا الباب والجدل الدائر حوالين الوزراء اللي دخلوا واللي خرجوا او اللي قعدوا والناس كانت متوقعه ان هم يخرجوا ازاي؟ سهل جدا. مؤتمر صحفي يجمع كل الناس ويقول لهم لهذه الاسباب تم الاستغناء عن فلان وفلان. تقييم عادي جدا. ولهذه الاسباب تم الابقاء على فلان وفلان رغم اخطائه. ولهذه الاسباب وبهذه المعايير تم اختيار فلان وفلان. شاهد الشفافيه اللي احنا عاوزينها، لكن ده ما حصلش. علشان كده حصلت او حصل نوع من انواع الجدل حوالين بقاء بعض الوزراء وخروج بعض الوزراء والاتيان ببعض الشخصيات. يعني ما حدش فاهم ليه لحد دلوقتي تم الابقاء على الهلال الشربيني وزير التربيه والتعليم رغم اخطائه الكتير، وده هنرجع له تاني فقره جايه نسيبه. كمان ما حدش فاهم حاجه تانيه مهمه جدا، انه ازاي موضوع المعايير بتاع اختيار الوزراء عند إعادة تدوير بعض الناس. يعني المهندس جلال السعيد ما هو كان وزير للنقل في 2011، ثم في ظرف غامض خرج، ثم بقى محافظ القاهرة وثلاث حكومات جددت الثقة فيه، ثم فجأة ارجع تاني وزير للنقل. ده نفس الأداء اللي حصل مثلا مع وزير السياحة هشام زعزوع اللي تم اختياره للوزارة ثلاث مرات دون أن يقدم في أي مرة جديد. فالناس لازم تفهم على أي أساس بيتم إعادة شخص لمنصبه مرة أخرى طالما الناس ما حستش بانجازات كبيره في الفتره اللي قضاها. نفس الحكايه ممكن تنطبق على وزير القوى العامله. الحقيقه بقى وزير القوى العامله ده قصه لوحده. احنا بنحب الارشيف. اول ما سمعنا اسم ان وزير القوى العامله هو اسمه محمد سعفان، محمد سعفان، محمد سعفان، احنا سمعنا الراجل ده اسمه فين قبل كده؟ ايوه هو. هو الراجل اللي كان بينافق محمد مرسي صراحه والاخوان صراحه. هو الراجل اللي برضه زور تاريخ مصر، ولاننا بنحب الارشيف طلعنا لحضرته ولحضراتكم اعلان التهنئه المدفوع الاجر اللي عمله محمد سعفان لمحمد مرسي في ذكرى حرب اكتوبر. عادي جدا بيهني الرئيس، عادي ما عندناش مشاكل. كان وقتها منصب الامين العام لنقابه العاملين في قطاع البترول. لكن الراجل ما اكتفاش بالتهنئه، هو حب يجود في النفاق، فقال لك نبعث بتحيه خالصه للرئيس محمد مرسي قائد نصر اكتوبر العظيم. التهنئة منشورة في الصحف والصورة موجودة عند كل الناس هتشوفوها كده. الراجل نسب نصر اكتوبر لمحمد مرسي. فوزير زي ده ممكن تتوقع من أدوه ايه؟ أدينا منتظرين. عموما رغم حالة عدم الوضوح لأسباب الاختيارات أو بعض خروج الناس، لكن التعديل الوزاري الأخير خصوصا فيما يخص المجموعة الاقتصادية ممكن تفهم منه هدف واضح عند الرئيس وعند المهندس شريف اسماعيل، اللي هو إعادة ترتيب المجموعة الاقتصادية، وانه من افضل الحاجات اللي حصلت في التعديل ده هي فكرة تعيين نواب لوزير المالية ولوزير التخطيط، لان ده بيقول مؤشر مهم عن رغبة الحكومة في اعادة بناء وزارة المالية ومنهج الموازنة العامة والنظام الضريبي. مش بس كده، متابعة الخلافات اللي حصلت في الفترة الاخيرة ما بين هاني دميان وما بين محافظ البنك المركزي يقول لنا انه التعديلات كانت مطلوبة في هذه الحقيبة او عدة الحقائب اللي بيشكلوا ما يسمى بالمجموعة الاقتصادية. عموما ما علينا الآن سوى الانتظار ومراقبة أداء الوزراء الجدد اللي مرة تانية بتمنى لهم كل التوفيق. وأرجوكم أرجوكم بلاش تغلطوا نفس أخطاء الوزراء اللي فاتوا. صدقوني مؤتمر صحفي واحد في آخر الأسبوع يقول للناس بتعمل إيه أبرك مليون مرة بمليون تصريح غير مدروس. وديكوا شفتوا زلة اللسان ما عادش ينفع الاعتذار عنها، بتاخد على أقرب باب.